خير؟ هنا دار ميسي داليا. وانتي شكون؟ قولي له امال بنت المولود. انتي امال بنت عمي مولود؟ انا عمي. جوزي جوزي. نعرفك بلا ما شفتك. عالسلامة. وش راكي؟ بخير يسلمك. شان داركم؟ صافا الله يهنيك. دابا يضل يهدر عليك. مرحبا بك. يسلمك. دقيقة دوك راح نعيط له. سلامتك. مس الخير خالتي. انت هي بنت المولود؟ نعم. الله يبارك يا بنتي، الله يرحمه ويوسع عليك. يهضر لي سيدي علي عليك. ان شاء الله يكون يهضر عليا غير بالخير. يا بنتي يشكر ويزيد صورتو في الخدمه تاعك. بصح عمره ما شكر لي في زينك. حتى عند بالي حاجه واحده اخرى يا بنتي، انا حسبت مزعوقه. وانت الله يبارك، العين كيف نجاب والنيف مقدود والفم كيل خويتم والمبسم ستف كيل جوهر وإلى الرقبة بالله كي تشربي الماء يظهر. الله يسلمك خالتي. جوزي يا بنتي جوزي. هاوليك عمك عالي. عسلامتك عسلامتك يا العربة يا عربة. كوش لك يا عمي سيدالي. يا عمري يا عمري يا عمري. وش راك عمي سيدي علي؟ هكذا ما تجي تطلع على عمك سيدي علي، ما تقول روح شوف هذوك الشيبوخ وما تقول هزات البركه. اسمع كل الوقت اللي بعث لك اسمع سلام. لا لا ويوصلني الوقت يا عمي سيدي علي، الوقت ما خلاناش. على بالي على بالي يا بنتي الوقت هذايا ما خلانا حتى دقيقه. قولي لي ويماك وكامل واش راك وسليم؟ جاب 16 ديالو. على بالك عمو سيدي علي، كلهم راهم بخير وراهم يسلموا عليك. ولا سليم ما بقالوش بزاف ويكمل ان شاء الله. كي اليوم على كل حال يا بنتي الا تخصو حاجه وما تجيش تشوفي عمك سيدي علي ما نسمح لكمش. يكثر خيرك عمي سيدي علي، بصح هاد الساعه ما رانا محتاجين حتى حاجه الحمد لله. بالاخص على بالك هذا واجب باش تكون فهميها مليح في بالك. وعمك سعيد الناس ملاح وحبيب بابك بزاف، كان مش واحد يذبحهم يا حنونه. ولو كان ماشي عمك سعيد المعمل راه مغلوق. اما لا هاد الدار داركم يا بنتي. يعطيك الصحه عمي سيدي علي، بصح نوعدك باللي كاش ما نحتاجو ولا كاش ما يخصنا راني نجي نقصدك. بصح درك راني حاس باللي راكي حابه تقولي لي كاش حاجه. عمو سيدي علي اليوم جيتك في شغل، كنت قادر نعيط لك في التليفون، بصح انا اللي توحشتك قلت نجي نشوفك. طول عمرك مالا. اما لا يسني حنونا نشربوا قهوه وفاهميني يا دليله. معلي فزل حل على القهوه بابا هم بعد ثم تحاكموا. واش كاين حنونا؟ على بالك عمو سيدالي راني مقلقه. اليوم صباح عيط لي واحد المشتري عندنا في الخدمه. اليوم عيط لي في التليفون وقال لي بلي راهو مزروف السلعه نتاعو، وعلى بال كيما كاشو كريم ما قدرتش نتصرف، ما على باليش اذا نعطيها له ولا لا. لا والسلعه وجده؟ لا لا وجده السلعه. فيه حطيها له وكل واحد يروح يربح على روحه، وانا ما سالي عليا يا بنتي غير نمضي لك الوريقات. هذا ما كان داكوغ. مالا غدوة إن شاء الله نجيب لك بعض الأوراق تمضيهم لي هكذا باش نسرح يمدوا له سلعته. ما تمعك يا حنونتي. أنا نروح لا 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 ما فيها حتى مروح يا حنونتي، وقعدي مع دليلة. أنا اللي نروح. هيت ودليلة أختك ما عندهاش مع من تقصر وتحق وتوحش التعطر. بقاي على خير. سلامة عمي سيدي. ما تقعدش تشرب معنا شي شربة سيدي علي. صح روحنا نريح شوية وبعد نرجع. ريح ريح. يا رب. واش راك يا بنتي؟ بخير يسلمك. لاباس؟ مواليك كاع راهم بخير. بخير يسلمك خالتي. وانت كي راكي؟ هابتي ما تشكريش، انا عمك سيدي علي راه داير فيا التير طلع لي لي نار. واش راكي امل؟ بخير يسلمك سافا. وانت كي مليحه؟ الحمد لله. دابا يضل يهضر عليك، حسيت شغل نعرفك هذا زمان. يسلمك. قولي لي يا بنتي زين كيما انتي ومازال ربي ما جابلكش مكتوبك؟
لا لا راني مخطوبة. وشكون هذا؟ وش يخدم؟ الواحد راكم تعرفوه، نسيب كريم فتح. راكي مخطوبة الفتح؟ قريب العرس؟ يما بركي ما تسقسي فيها. لا لا ما فيها والو دليلة. إما لبنتي قريب العرس؟ يما حبت تقول برك كي سقسات بابا البارح ما قالهاش فاتح، هذا ما كان. علاش كاش ما بيه خالتي؟ لا لا يا بنتي قلت برك ربي يكملكم. يسلمك. وقت العرس؟ مازال شوية. يما ودرك قلنا لها قعدي باش تفتحي لها محضر. لا حبيتي تحاوزيني؟ يعني أنا ما عنديش الحق درك نقعد مع لاجوناس كيما نتوما؟ اسمحي لي يا بنتي النوض ما فهمتش روحي. لا لا حاشا خالتي، ما زلت البركة على بالكي والله غلي يشوفك ويشوف دليلة يقول عليها أختك. يعيشك يا بنتي، شتي البنات اللي يعرفوا يهضروا؟ يا بنتي سيد علي نهار اللي تزوج بيا اداني مولات 14 سنة. الله يبارك خالتي يبارك. أنا الروح فيه. دليلة هداك هو أنا الروح. مازال حال أمل، نخافي ما تقلق عليا. أسمعي ما تنسيش نهار الخميس يا قلتي لي نجي هكذا باش نوري لك تخوسو ديالي. الجهاز كاين والراجل ما كاش. ما تقلقيش روحك اختي دليلة، كل يوم ان شاء الله حتى الراجل يجي نهارو. وقتاش ان شاء الله؟ كل يوم ان شاء الله. يبقى على خير. بالسلامة بنتي، سلمي على داركم. مزيانة بوبية يا العزيزة يا العزيزة، شتي ذيك العينين اللي عليها وذاك النيف مقدود والعقالة طول وقت يا حنونتي ذيك الفاميليا تاع الميكروبات. خسارة في فاتح يطيحهم ربي غير في ناس الملاح. هذيك لا 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 لامية الزرمومية هذيك ادات كمال كي السبع، والسي فاتح ادى عضرة كيما هذي. روحي ذوك تفهميهم. ونجات ادات بابا يسود لك السعد انتي وباباك. ها عطالها كتبي هتهناي. عنده الحق كريم كي يقول لك ماشي انتيا لو كان الماء من الغرق. انا راني ندير غير في وجبي. هاك يا بنتي. صحيت عمي. هكذا انا نروح دركا. تروح علاش تروح؟ هذاك هو عمي. وعلاش تروح؟ هي كلقتي المكتب ديالك وصيتي العساس. لا لا غلقتو وجي. لا لا حنون اقعدي لهنا مع اختك دليلة، راهي كارها مادا بيها تقصر معك اش واحد. ما عليها اقعدي بنتي، تصبحي على خير. سلامة. صافا واش راكي دليلة؟ صافا الحمد لله. سني لك بابا الكواد. اي سي تهنيتي. صحة فيك يا امل. انتي وما تخرجي تخدمي تشوفي الناس ماشي كيما انايا نضل وحدي في الدار. أو دليلة ما تقوليليش كرهتي من هاد الدار. كيفاه يرحم بابك تكرهي عايشة في فيلا كيما هادي الله يبارك؟ ما هداك الجنان يا دليلة، واش نقولك كي يدق خاطرك تحبطي ليه. والتلفزيون قابلك الله الله، راكي عايشة واش نقولك في جنة كيفاه يدق خاطرك. ومن بعد عندنا فيلا وعندي بيت وحدي وحاجة ما خصنيش. بصح كل يوم وحدي من لين نوض صباح نخدم شغل نكمل شغلي ينقابل تلفزيون ينقابل يما. كرهت وحدي. هذه هي الوحدة اللي تقعد في الدار دليلة. صار مقابلة يما والتلفزيون. هاني جبت القهوة ونقابلك تعصى. صح أنا نقصر مع أمل. وش راكي خالتي؟ وش راكي يا بنتي؟ شاهي داركم خريس الماك. لاباس؟ لاباس يا بنتي. هذيك البارح قلتي لي بلي مخطوبة الفاتح، شحال عندك؟ ما عنديش بزاف ملي تخطبت. يا قلتي كيف تعرفتو؟ ياك نسيب كريم يكون لكم كريم. لا لا بنتي ما يكون لا من قريب لا من البعيد. بعيد الشر علينا. واش تحبي خالتي؟ هذا هو المكتوب. مكتوب ايه هبتي على هذيك اللي دهشت عضرة كيما انتي
طحتي في خنفوس كيما هذاك يما؟ واش قلت؟ راني نهضر مع الطفله. الله يسلمك خالتي، وهذا هو المكتوب. قعدي بنتي تشربي. انا هو هذاك هو. ونحكي لك حكايتي، كي قلت لك نحكي لك حكايتي مع سيد علي واش دار فيا. واش علي خالتي كاش نهار؟ يما هي مزروبه الطفله، خليها تروح. هاي بقي على خير خالتي. سلامة، سلمي عليهم. يسلمك. سلمي بزاف على فاتح. ما حق عليك. سكتي انتي، سكتي، ديري لنا النمرو تاع لويزا. لويزا الو خالتي لويزا، مساء الخير، واش راكي؟ الو لويزا، واش راكي يا عزيزتي؟ لاباس؟ بخير. واش من الخير يجيني من هاد الدار اللي جابوني وانا في هاد القبر؟ ما نشوف حبابي، ما نشوف، ما نخرج، ما ندخل. سيد علي راهو داير فيا التير، بصح الحلوشه تاع ولادي اللي ولدتهم كرشي، حلوشه بلا ريش يا بنتي. هاي ذوك خرجت عندي هذيك اللي خطبوها الفاتح، انا ما عجبتنيش على وجهها، كي راحت لهذوك الفاميليا سي باسا. ما عندك حتى اخبار الويزا حبيبتي؟ انا وراسك، روحي دوري من ذيك الحومه شوفي واش كاين واعطيني المعلومات. بصح تليفوني لي مع العشيه، خاطرش العشيه وهو يطلع يدير لاسيست يخليني نهضر في التليفون، ولا كي قابلني هنا في الصالون ما نقدر تليفوني ما والو، باش انا نرفد. هاو رجع هذا التليفون كاع ما يصونيش. ياه، وراني وجدت لك الروبات يهبلوا. هيا بقى على خير، سلمي لي على الذراري. دوك كاع تجيب لي الخبارات تاعهم، معلومات كاع يكونوا عندي. خدمتك. بلعي فمك. مساء الخير أمل. وش راكي يا بنت؟ راكي تعبانة؟ صافا يما، واش طيبتي لنا اليوم؟ اللوبيا. واش بك يا امان؟ كنت شوف فيها يما اليوم، رحت لدار عمي سيد علي، شحال شابه دارهم، تقولي عليها قصر. يا بنتي كل واحد كيفاه كتب ربي يعيش. وعليها غير حنا كتب علينا ربي نعيشوا بالفقر ودايما خدامين عند الناس. امان، ما نحبكش تزيدي تعاودي كلام كيما هذا. باباك الله يرحمه كان مداير لكم كيما السلاطين، كبركم وقراكم حتى اللي جا النهار اللي تفكروا فيه ربي. واش من فقر عرفتيه انتي؟ ايه ما شتيش الخير اللي راهي عايشه فيه دليله؟ ما شتي والو يا يما انتي، ما شتي والو. احمدي ربي يا بنيتي، احمدي ربي، وما نحبش بنتي تزيد تعاود تتكلم كيما هكذا. كنت تفكر الخير اللي راهم عايشين فيه اليوم، نص منه يا يما خير بابا. بابا هو اللي خدم وكبر المصنع، واليوم راهم عايشين هما بخيره يا يما. أمال بنيتي ما تزيديش تتكلمي كيما هكذا، خلاص احنا اللي عشنا بخيرهم في حياة باباك وحتى بعد ما مات. وما تنسيش، ما تنسيش القفوف نتاع الخير اللي كل يوم رايحين جايين علينا. علاه؟ بالسيف محتمين عليهم يبعثوا لنا القفوف. باباك كان خدام في المصنع نتاعهم صح، كي مولا كان يخدم في اي شركه في جهه اخرى. خيرهم راهو مغطينا. شوف يا بنتي، ما نحبكش خلاص تزيدي تعاودي كلام كيما هذا. امال ما تغدايش.
لا لا الباص اللي كان هنا وين راح؟ راهو هنا في الكوزينة. الكوزينة. الباص في الكوزينة. واش يدير الباص في الكوزينة؟ الباص واش يدير في الكوزينة؟ جبتو باش نغسلو. غسلي. والطابلو. باش الطابلو اللي كان هنا وين راح؟ الطابلو طلعته بيت نجيب. طابلو في بيت نجيب؟ واش راح يدير طابلو في بيت نجيب؟ يرحم والديك، قول لي واش عاجبك في هذاك الطابلو اللي نهار كامل وانت مقابله؟ واش عاجبك في السيد علي؟ واش دخلك في الدوق ديالي يا مراه؟ وما نعرفش نمد السلاح عشتي الحاجه تقعد فيه ما ضربها. ما دخلتش روحي في الدوق تاعك، بصح هادي تاني داري، ندير كيما نحب. ملي جبتوني لهنا ما تمسيش هذيك، ما تمسيش هذيك. واه وين راني؟ فلازيل ديفو سي ما ميزون، داري انا ثاني داري. بصح ولادي ولادي لحنوشه اللي ولدتهم كرشي هما اللي رجعوني لي، هما كنت في داري عايشه كي السلطانه. بالكفاره ما زيد نهضر معاك، راني في داري فونطون. يا بابا وعلاش يا بابا؟ واش دارت لك؟ ياك ما دارت لك والو، اللي ديرها ما تعجبكش. وانا واش راني داير؟ واش راني داير انا؟ واش راني داير؟ هيا تقعد، هيا تقعد، هيا بابا ما يهمش. ما راك داير والو يا بابا، بصح هي شويه صوصي، راهي راه حاسه روحك اللي برانيه. بابا خليها، خليها دير واش حبت في دارها. عيشك يا بابا. مرض، مرض هذا هو اللي راه مقلقني. هذه الرجل هذه حبستني فيها الدار حتى وليت مقلق، اللي معايا واللي ماشي معايا. وصاحبي السعيد هذا مرض كان هو اللي خرج ساعة على ساعة يطلع لي ويخرجني. ودوك الدراري، دوك العجيم تاع الدراري، ولا واحد منهم يجي يقول نشوف بابا نخرج ونفرد عليه نوسع له خاطره. ما كانش. ما تقولش هذا الكلام يا بابا، خوتي كامل راهم خدامين. وزيد كريم شحال من خطره يحب يخرجك انت اللي ما تحبش. كريم غير نطلع معاه يبدا يهضر لي على هم، وحتى بعض المرات نحب نبكي. ونجيب يعيط لك وانت اللي ما تحبش. نجيب ما نجيب تولي بصحاب الترابندو. يا بابا لي صافير، يا بابا الكوميرس، يا بابا الناس راهي تربح في الدينارات. يا بابا يا بابا يا بابا، وهاد الكلام يقلقني. صح. وكمال كمال عندك قصته قصه اللي يجي فيه الدين والريل. وهذا كمال مالا يا بابا العزيز، ما بقيت لك غير انا. اشري لي طوموبيل ودي حنوني روحي حوز. اشري لها طوموبيل شي وريولي بالصباح. الشيعه عنده تلت رجال ومرات تسوق به. ركزتني انا بهذا الكلام. ما تزيديليش انت، نروح نقعد وين كنت نسمع صوت الزواج ولا صوت ديك المهبوله تاع يماك. نقول بالصح يا بابا، يما ما دارت لك والو، انت اللي ما راكش حاملها. واش راني ندير يا طفله؟ واش راني ندير باش راني مضيق عليكم؟ ما تقلقش، لازم تعفها وتعفك. ياك اللي تطلبها ديرها لك. قلت لها ما تمسيش الدوزان ما نسيتهمش، قلت لها ما تحليش بيت ناجات عمرها ما حلتها. واش تحب تزيد دير لك اكثر من هذه؟ نقول لك الصح يا بابا، حنا كنا خايفين كي تدخل هاد الدار ما تحملهاش وما تحملش طبيعتك. ظهرت انت اللي ما راكش حامله. ما مسيتش الدوزان والطابلو اللي كان فوق الطابله. شكون لفتو؟ عطيت المفتاح. معليش ما تقلقش روحك يا بابا، تحب نقول لك انت عندك ديفو صغيور قرنيز يا بابا. قرنيز كما جمع الجزائريين والجزائريات.
هاو الورد تاع باباك واللي تي كومبليس معاه يا لالا وساعفها ومنا ورجعتيني مهبولة ادوني لجوانفيل يشري لك طوموبيل يشري لك لافيون شوفي اطلعي البيت ناجيب رجعي له ذاك الطابلو اللي يظل يقابل فيه قفزي قفزي وهذا الذهب ديالي يا خي الذهب كامل ديالك دليلة على بالك نقول لك الصح انت الراجل اللي ياخدك يقدر يحل الحانوت تاع الصياغة بلا ما يحوس يخدم يبان برك يبان ياخذي امل وراني مستعدة نعطيهم له كامل سيدي علي نجيب لك قيوة ماذا بيك اسمعي نعم اقعد اقعد غير خير وليدك ما دخلش البارح في الليل على بالي ما دخلش هو مش عوايدو نجيب عوايدو كي ما يدخلش بكري يقول لي يا ما راني ما ندخلش بكري بصح سمعت وداوس مع كمال وقال له كلام ماشي مليح زعف خرج من تم ما دخلش يا نص الليل يا 14 صباح يا صباح يا درا وراني عارفه سيد علي ملي ولا نجيب من الخارج وكمال خارج فيه يدوس معاه ويقولوا الكلام اللي ماشي مليح يقولوا الكلام اللي يتجرحوا ونجيب غير ساكت وحامل ساكت وحامل الا انت تعرف كاش حاجه علاش ما تقوليش مخبين عليك انا راني مخبي عليك حاجه انا راني عارف واش راهو صاير بين هاد الدراري انا ما فهمت والو راني بحالك ولا اكثر منك ما فهمتش الدراري تقولش تلقطناهم ولا تقولش تخرجوا من الحباش ولا تقولش ما صبتش روحي ما صبتش روحي ما نجيبش نفهمك